هقطع معلش مباراة النادي الأهلي مع حرس الحدود واخد مكالمة مهمة، والمكالمة دي بصراحة يعني الراجل ده يستحق بطولة الدوري السنة دي، مستشار مرتضى منصور. وانا في الأول يعني في بداية الحلقة قلت اللي كسب الدوري السنة دي الزمالك، بس يعني ايه اللي كسب الدوري مرتضى منصور، ومش بقولها كده مجاملة ولا حاجة عشان هو معايا على التليفون. انا قلت الكلام ده من قبل ما يكون معايا على التليفون. النهاردة اللي كسب الدوري هو مرتضى منصور لنادي الزمالك. مستشار مرتضى الف مبروك يا سياده المستشار. كابتن كريم ومبروك الفشيه الجميله دي عيان والله النهارده تعبان جدا. دي اللي انت فيها النهارده. الله يخليك يا استاذ. انا بس عايز انا بشكرك بس عايز اقول لك انه لا استغناء عن دويدار، بس عشان شايف الشريط. انا ما قلتش دويدار. انا خلي بالك الشريط ده ما بيجيش قدامي عشان تبقى عارف. انا لا انا شايفه. يعني انا قدامي كده مش شايفه، لكن انت ممكن شايفه عندك. ممتاز جدا ومكتوب كده في نادي الزمالك. وهيرجع تاني مكان طبيعي، ما فيش استغنى عن احمد ولاعب راجل جدا على فكره. ديودار لم من اللعيبه كلهم حواليه، فاللي منزل الخبر ده قول للاخ بقى اعتقد اسلام اللي منزله. لا لا ده ابو الليل. ادي واحد اتنين. بس انا شايف برضو ايهاب جلال كاتب كده، يعني ايهاب جلال رئيس قناه النهار، جهاد مجهوله دفعت 100 مليون جنيه مقابل عدم اذاعه الدوري. ايهاب جلال في ناس عندها استعداد تخسر مقابل دفن الدوري. لا ايهاب، احنا بكره عندنا اجتماع لجنه انديه ان شاء الله، انت كنت بتكلمني من شويه. ان شاء الله باذن الله زي ما برزنتيشن بعت للحياه وبعت لصدى البلد، مش عايز اقول لك طبعا موجود مني انا، لان كان طلب رئيسي ليا انه هذا المنتج يتذاع. هو ست المستشاره، هو الكلام مش على السنه دي، هو الكلام على السنين اللي جايه. لا يا فندم، يعني السنه دي والسنه الجايه. يعني السنه دي ما فيش مشكله، احنا ممكن نشتري زي كل القنوات. لا واشتري والسنه الجايه ان شاء الله على السنين اللي جايه، الثلاث سنين. انا عايز اقول لك محمد كامل ده شخصيه محترمه جدا، ومع الاستاذ عمرو وهبه، واحنا بنقعد نتكلم مش كراجل متعاقد معاهم، كراجل وقف معاهم وقفه جامده وشايف ان مصلحه الدوري انه يبقى على جميع القنوات، فان شاء الله باذن الله. وده اللي انا قلته قبل كده على فكره يا استاذ كريم. ان لازم الدوري المصري، لانك انت لو كريم وحده اللي بيذيع، واخد بالك، ومفيش. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه السنه دي يا استاذ المستشار في بدايه الموسم، قلنا عايزين كل الناس تذيع. ده التوجه بتاع قناه النهار اللي عمل المشكله دي. انا راجل واضح. تمام. اللي عمل المشكله دي للاسف اتنين، الاستاذ ماجد سامي والاستاذ محمود طاهر. ليه بقى؟ هقول لك ليه. اللائحه واضحه، حضرتك يا تبيع جماعي يا تبيع فردي. مفيش ايه جماعي على فردي، مفيش كلام ده. تمام. فالاخ ماجد كان جاب عرض قال مليار جنيه ويتذاع ل 20 نادي يذيعوا. تمام. فقلنا له مفيش مشكله، عملنا انتخابات لجنه انديه صيت. قال لا مفيش عرض. يا استاذ ماجد ايه علاقه الدول بالدوري؟ قال لا انتوا سقطوني. فقلت له انا ماليش دعوه، الناس هي اللي انتخبت. حتى الاستاذ الدكتور عمرو عبد الحق كان نادي النصر تم انتخابه، قال انا مستعد اتنازل وتفضل انت. قال لا انا خلاص. هو مجلس اداره، انت عارف ان لجنه الانديه 20 فيها مجلس اداره 9 ثم بقى 11. تمام. فالاستاذ محمود طاهر خد معاه 6 انديه، واخد بالك، وراحوا باعوا الستة مع بعض. على فكرة جماعي، خلي بالك بقول كلامي جماعي. ما انتوا قسمتوا مع قرار لجنة الأندية باع فردي. ما احنا كناش عايزين الفردي ده من الأول يا ست المستشار. المهم ان احنا لما جه الأخ محمد كامل الأسبوع اللي فات قابلني بعد التعاقد مع الأهلي. كان مش عايز أقول شرط رئيسي ان احنا نكمل، ان جميع القنوات مع احترامي للنيل للرياضة لازم يبقى لها السنه دي ويت يعني والسنين اللي جايه، عشان احنا عاملين لجنه انديه بكره ان شاء الله. هيحضر فيها الاستاذ محمد كامل و20 نادي موجودين. نتمنى النادي الاهلي يبقى موجود، علشان لو في بيع جماعي خلاص في شركه متعاقده معانا كلنا، واخد بالك، تبيع لكل الناس، يبقى تبيع للنهار وتبيع للسي بي سي طبعا. ده السنين الجايه، انا مش بتكلم على السنه دي بس، السنين اللي جايه كمان في الدوري. ده اللي بقوله. السنين الجايه، يعني انت حضرتك هتحط بند في هتاخدوا قرار بكده في لجنه الانديه بكره؟ في وجود محمد كامل. في وجود محمد كامل هو رئيس البرزنتيشن. جدا، واخد بالك. انا كنت قاعد معاه قريب، انا قابلته وقعدت معاه قريب. واتكلمنا وقال لي ما عنديش مشكله. قلت لإيهاب قبل كده، هو مشكلته إيهاب. فقلت له طيب نخلي اي حد غير إيهاب، الاستاذ علاء، الاستاذ عمرو، الاخ كريم، واخد بالك، بلاش إيهاب ولا يتعاقد. لان إيهاب كان جه يوم اجتماع فكره في اتحاد الكوره وطلبت انا الطلب ده، ومحمد قال ما عنديش مشكله، كنا في بدايه الموسم يعني. وإيهاب قال لا انا ما انا اتعاملش مع إيهاب، انا اتعامل مع كنتو. فقلت له لا، الراجل ده احنا بعنا له حقوقنا خلاص. فعايز اشتري منه هو، انا ما عنديش مشكله. فلو اي حد في القناه طبعا، والايام اللي جايه كل شيء بيتصلح بيه. بالظبط، ما فيش مشكله. اسالني كما تشاء. لا انا عايز ابارك لك على الدوري، يعني بكره هتاخدوا قرار باذاعه الماتشات او البيع، عوده البيع
البيع الجماعي تاني لبطوله الدوري ان شاء الله بامر الله. طب واتحاد الكوره هينفذ كمان اعتقد دبي داخله او معاهم او ابو ظبي على ما اعتقد. المنتج ده ما يدفنش يعني، هو كلمه دفن دي احنا عايزين كده استمرار، احنا عايزين لانه في اليوم ده انا بقول لك شهاده قدام ربنا ان محمد كامل وعمرو هابو كانوا موجودين وقالوا احنا ما عندناش مشكله يعني يبقى علاقه مباشره بيننا وبين النهار والحياه وصاد البلد. هم اللي كان الاخ وليد اعتقد وليد بتاع سي بي سي اللي هو عضو المبتدا على ما اعتقد وايهاب قالوا لا عن طريق كنت قلنا لا احنا بعنا حقوقنا لكن خلينا انا كرئيس لجنه انديه راعي لهذا الاتفاق. ايهاب رفض طبعا وحصلت المشكله دي لكن ان شاء الله بكره نحلها. طيب هل انتوا لو خدتوا قرار بس اتحاد الكره هينفذه؟ نعم ولا هيقول لك توصيات برضه لجنه الانديه والكلام ده؟ لا يا فندم البث ده ملك تام طبقا للائحه بتاع اتحاد الكره نفسه للجنه الانديه. تمام البث بالذات ده لجنه الانديه مش ما يقولكش توصيات ولا ده قرار يعني توصيه مش قرار لا وكلام. لا بقول لك بس اسمعني انت عارف ان انا راجل قانون اللائحه بتاع اتحاد الكوره بتقول كده البيع ده سواء فردي او جماعي ده ملك لجنه الانديه البث في البث فقط لا غير. طيب ولجنه طبعا ولجنه المسابقات اللي تبع لجنه الانديه فيما عدا ذلك ده اتحاد الكوره. بالنسبه لرعايه الزمالك يعني الزمالك انا عارف الفرفك حضرتك اتكلمت مع برزنتيشن على اساس ان النادي الزمالك والنادي الاهلي في موضوع البث الفضائي الزمالك ما يبقاش اقل من النادي الاهلي. لا انا مش اقل من النادي الاهلي. ما انا عايز حضرتك توضح النقطه دي وفي نفس القصه برضو انا سامع ان برزنتيشن مقدمه عرض للنادي الاهلي رعايه ب 250 مليون جنيه. لا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. خالص لا لا لا. يعني الكلام ده مش صحيح. انا هكلمك بصراحه كل واحد قدام مجلس ادارته وجمعيه العموميه وجميع عايز يعمل عنتر بن شداد. الكلام ده مش موجود اصلا. احنا كان الاهلي بياخد 32 يعني عقده 32 وربنا يوفقه. احنا كنا 25 في السنة انا رحت مزود 19 في السنة زودت 19 برخام خلي بالك بس ماشي يعني 25 و19 يعني كام 44 احنا وصلنا تقريبا كده يعني وبعدين عندي خمسه لما باخد بطوله الدوري باخد 5 مليون الكونفدراليه على ما اعتقد 3 مليون خش لك حاجه و50 يعني جابوا لنا اتوبيس جابوا لنا شاشات عرض بحوالي 2 مليون لا يعني بصراحه الناس ملتزمه معانا تمام. طيب سياده المستشار عايز اخدك بقى نادي الزمالك شويه طبعا. وانا في البدايه طبعا اول حاجه النهارده في الحلقه خلاص قلت ان الزمالك يعني بقول الكلام ده من فتره ولكن ما بقولهاش باصرار قوي عشان الاهلي برده ما يزعلش لكن النهارده بعد فوز الزمالك وخساره النادي الاهلي انا بقول الزمالك خلاص بطل الدوري. لو الزمالك هيكسب المباراه المتبقيه بالنسبه له هيبقى فارق كبير عن النادي الاهلي حوالي 14 نقطه وعن نادي انبي بحوالي 18 نقطه. وقلت برده ان مرتضى منصور كان ليه هو كلمه السر في فوز الزمالك السنه دي بالدوري من خلال اعاده هيبه نادي الزمالك تاني والصفقات والنواحي الانشائيه الكتير. انا مش عايز اقول الكلام ده عشان الناس ما تفتكرهاش مجامله وانت معايا على الهوا. ما شفتكش بقالي كتير عشان تيجي مني. والله اصلا ما اطيعكم اصلا. طيب فعايز حضرتك بقى تقول لي يعني تتويج الجهد ده هل انت كنت متوقع من البدايه ان انت تقدر ترجع الزمالك تاني لمنصات التتويج او ياخد بطوله الدوري ان كان النادي الاهلي مسيطر عليها لفتره كبيره تقترب من 10 سنوات؟ بص يا استاذ كريم 2005 انا كنت عامل ده وبدات لو تفتكر بدات اعمل انشاءات ومحلات والبنيه التحتيه وبعدين عمرو زكي كان في الاهلي جبته الزمالك لو تفتكر مصطفى جعفر اللي انا عملته دلوقتي عملته 2005 لكن مجلس الاداره ما ساعدكش يعني خلي بالك يعني مجلس اداره وخلافات وحسن صقر كان عايز يحلني باي طريقه عشان ده يعني عايز اقول خلط السياسه بالرياضه انت عارف كان ليا مواقف سياسيه ضد احمد نظيف اللي هو صديقه اللي هو عينه فخلط السياسه بالرياضه فرجع الزمالك 500 سنه ورا لكن انا شغال اولا معايا مجلس اداره محترم جدا انت حسيت واحنا غيرنا اربع اجهزه فنيه ان في اي هزه؟ لا حسيت ان في ثلاثة مستقلين مجلس الاداره في اي هزه كان في استقالات برضه عشان ابقى صريح مع حضرتك في ثلاث اربع استقالات في مجلس الاداره بقول لك احمد سليمان ومصطفى عبد الخالق اي هزه على المستوى الاجتماعي او المستوى الرياضي لا الحمد لله لا فانا بشتغل على محورين المحور الاولاني جمعيه العموميه اللي انتخبتني اللي للاسف ما كانش حد بيحترمها تمام ليه ما بيحترمهاش؟ انا يعني الكرسي والترابيزه ايوه مهم العضو النادي لازم والشمسيه وحمام السباحه والمطعم النظيف ونجيله خضراء جميله انا النهارده بيجي لي يا كريم كل طبعا انت عضو في النادي وعارف كل يوم مش اقل من 25000 او 30000 عضو عامل وده فوق دماغي وانا سعيد بيهم فانت المحور الاولاني انك رجعت هيبه واحترام عضو النادي تاني واخد بالك ورجعت الالاف المؤلفه دي انت عارف الالاف دي بتعمل لي ايه دلوقتي؟ ايوه بتجيب لي 300000 جنيه كل يوم
اللي هم ايه؟ الناس اللي كانت سقطت قضيتهم وقال لك نادي الزمالك يا عم ده مركز شباب، بيجي يجدد قضيته تاني بيدفع 9000 و10000 و11000، بيقول لك والله يا كريم يوميا 300 و400000 بيجي لي من اعضاء النادي المحترمين، ما كانش بيجي لي في اليوم 5 جنيه. فانت لما عملت نادي والناس وثقت فيه ورجعت ابتدت تدفع اللي سقطت قضيته، ابتدى يقول لك لا انا اروح انا الصيد ولا الجزيره ولا اي، طب ما هو ده تفوق عليهم دلوقتي. فده الجزء الاجتماعي. الجزء الرياضي عندي فيه محاور، المحور الاول هو فريق الكوره لا جماهير، والمحور الثاني بقى اليد والسله والطايره الحمد لله. فاحنا يعني خلينا نتكلم في الاول الطايره، الحمد لله خد الدوري، السله بدعمها السنه دي باحسن لعيبه، اليد ما شاء الله طبعا حسام غريب وايمن صلاح والراجل المحترم حسين بلبيب اللي هو ابن النادي، جابوا مجموعه لعيبه ان شاء الله بيتعاقدوا معاهم بحيث ترجع البطولات تاني في اليد والسله والطايره رجعت. يفضل فريق كره القدم. فريق كره القدم انت عايز تكسب اعمل الاتي. نمره واحد، وفر المناخ المحترم للعيبه اللي هو ايه؟ مدير فني على مستوى عالي، مستحقاته بياخدوها في ميعادها، واخد بالك، معسكرات محترمه، لما يسافروا مثلا يسافروا يبقوا في احسن فنادق. تعرف افريقيا دلوقتي انت بتسافر بتروح الفنادق على حسابك انت، العكس بقى موجود دلوقتي. تمام. وفي نفس الوقت يبقى عندك ذخيره من اللعيبه اللي على الخط زي بالظبط اللي ايه اللي بيلعب، الاحتياطي زي بالظبط اللي موجود بيلعب، ومع الحب الشديد بين الولاد زي ما انت شايف حاله حب. المنتج هو اللي احنا شايفينه دلوقتي الحمد لله. فانا بقول ان شاء الله باذن الله، ولسه كنت عندي مداخله من شويه كده مع الاخ احمد شوبير، قلت له هو في بزوغ للفجر، انا ما اقدرش اقول ان الفجر طلع، لكن ابنك لما يروح يمتحن 9 مواد ورا بعض والتسعة يجيب مثلا 10 من 10، انت بتطمن ان ابنك باذن الله ناجح وهيطلع الاول. تمام. فان شاء الله باذن الله الولاد يكملوا المسيره اللي هم فيها. كل مستحقاتهم والله يا كريم واخدينها اول باول. عارف انا بسال وبيقولوا لي اللعيب الحمد لله، واي لاعب حتى عنده مشكله خارجيه خارج نطاق النادي انا طبعا بحاول احلها له بصفه الراجل القانون. وفي نفس الوقت برضو عايز اقول انه الاعلام لما يعني انا اسف يعني عمل حرب شرسه ضد نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك، ده ساعدنا بكلمه بصراحه ان احنا تفرغنا بقى نشوف شغلنا جوه النادي، والناس بقت هي اللي تحكم يا كريم. يعني فريق الكوره يعني انا النهارده لما قلت ايه فيريرا عادوا 6 اشهر وهيمشي، ده مش كلامي هو اللي مصمم. لكن لو الراجل عايز يكمل فوق دماغي ما عنديش مشكله. لكن لو مشي بقى وصمم يمشي اقعد احط ايدي على خدي والموسم لسه مكمل؟ لا، قلت لو مشي هيجي فلان وفلان وفلان. ميدو انت حضرتك قلت ميدو بيعمل ارتباك في الفلاق، ده اول رئيس نادي او رئيس مؤسسه يبقى عنده البديل الجاهز بحيث العيال ما تلخموش وما تخبطوش. ادي واحد. طيب فتحي مبروك وهو شغال الاهلي بيدور على مدير فني اجنبي، الاعلام ما بيتكلمش. طب ما انت بتدور على مدير فني اجنبي وعندك فتحي مبروك. طبعا فتحي ده صديقي من سنه 70 على فكره، ومعايا في السكشن 4 سنين مع بعض، وصاحبي جدا من 70 لغايه دلوقتي. تمام. واتمنى ربنا يوفقه في افريقيا بالذات يعني، لكن في الدوري يعني يمشي شويه شويه السنه دي بس. لكن هو انسان محترم. ادي واحد. اثنين، طيب انا شايف على الشريط الاهلي بيفاوض محمود حمدي اللي هو في طلائع جيش، الاهلي بيفاوض كهربا، الاهلي ما حدش بيتكلم ما بيقولش ما هو كهربا ده في مكان، لكن مرتضى منصور ما قالش ولا اسم لاعب، وقلت ايه كل اللعيبه اللي تقريبا الاهلي بيفاوضهم عقودهم عندي، ودي حقيقه. تمام. يعني كهربا عقده عندك؟ مين؟ كهربا. ما حضرتك بتقول كل اللعيبه عقودها عندك تقريبا. يعني عقده عندك. مش هقول اسماء، ما احنا عارفين الاسماء، خلي بالك. طب انتوا عارفين الاسماء. انا ما اعرفش الاسماء والله، الدرج اتملى عقود خلاص. طب حضرتك مش هتاخد اللعيبه دي كلها يعني، حضرتك هتاخد 5 6 اللي هتدعم بيهم الفرق اللي انت محتاجهم، الباقي هتعمل فيه ايه؟ انا عندي حوالي 9 لعيبه تقريبا ما بيلعبوش. وعندي عبد الشافي مشي. وعندي عبد الشافي بكره اهلي جده جايين يخلصوا يعني النهارده ان شاء الله، بكره ان شاء الله نخلص. 5 مليون دولار فعلا؟ ده العرض الاولاني لسه. تمام. عندي 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 ياسر معار، لسه ابراهيم لوكا معار. وعندي عبد الشافي مشي، ادي 3. وعندي رضا عزب خلاص عايز يمشي، وعندي عبد الله انت عندك 9 لعيبه عايزين يمشوا. تمام. فانا النهارده استنى لغايه ما الموسم، يعني النهارده ده موسم. تمام. انت لما تروح مثلا عند فكهاني خلاص في قفص التفاح، تستنى بقى لغايه ما الناس كلها تشتري ويبقى عندك التفاح على المعطبه، ولا تاخد وش القفص؟ تاخد وش القفص. انا بعمله ده اللي عملته السنه اللي فاتت، الناس زعلانه ليه؟ ما هو ده الاهلي بيعمله، ده حقه. وينبي بيعمله، ده حقه يا جماعه. وعرض وطلب حضرتك معاك، وخلي بالك الاهلي كان بيعمل كده، وده سبب تفوق الاهلي السنين اللي فاتت، ال 11 سنه اللي فاتت بالظبط. فلما يجي مرتضى منصور يعمله الهجوم بقى ازاي؟ انت عايز تدمر الفريق. مين اللي هاجمك؟ مين اللي هاجمك؟ طب يا جماعه الاهلي بيعمل كده. مين اللي هاجمك؟ اتفضل.
مين اللي هاجم حضرتك في الموضوع ده؟ يا نهار ابيض. مين اللي هاجم؟ النهارده جورنال مثلا الصبح كده. هجوم رهيب يعني اسف. هي بس هي فيها مشكله ان اللعيبه دي ممكن تكون ماضيه في حته ثانيه فيتوقفوا. ما عنديش لاعب ماضي في حته ثانيه. خالص. خالص. يعني ماضي في الزمالك فقط. باذن الله. وبعدين عايز اقول لك حاجه، انا بمضي وخلي قعده معايا. ابتدي اتفق مع النادي بتاعه. ما اقدرش اخلي النادي دلوقتي. ايوه. خلي بالك. لان النادي في الدوري شغال. طب بس الزمالك عنده برضه، لازم افتح معاك النقطه دي، الزمالك عنده مشاكل مع امبي والجونه. ما عنديش مشكله مع امبي نهائي. ما هي الفلوس القديمه. ولا عندي مشكله مع الجونه. ده كلام امبي وكلام الجونه. لا 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 بالعكس، لا لا لا، راجل اولا استاذ سميح ده راجل زملكاوي، راجل محترم. سميح ساويرس. الحاج احمد الصحيفي ده راجل صديق عزيز، راجل محترم. انا ما عنديش مشكله مع الجونه خالص. فلوس نور السيد وعرفه السيد. لا يا فندم، عرفه يا فندم متنازل عن كل مستحقاتها قبل ما يمشي. تمام، يعني خليها في امبي. ماشي. انا امبي لما حصل مشكله بيني والاستاذ شريف حبيب. تمام، على موضوع البث والهبوط والصعود برضه ما كانتش مشكله شخصيه. انت بتتكلم على شريف حبيب ولا ماجد نجاتي؟ لا انا بتكلم على شريف. لما رحت وقعدت مع بعض مع اللي دعاني في نادي امبي الاستاذ ماجد. صح. وانا كنت عامل قضايا للاستاذ شريف واللي خلاني اتنازلت للاستاذ ماجد. ايوه. انا مش ما فيش خلاف شخصي بيني وبينه، لكن لما نيجي نتكلم عن فلوس هي المشكله. انا قلت له حضرتك رفعت قضايا على ممدوح عباس. تمام، انا النهارده لو دفعت الفلوس دي جهه رقابيه هتقول لي ما هو رافع قضايا، لكن عارف لو ما فيش قضايا تعالى نقعد انا وانت بقى نتفق نتفاهم. حضرتك ليك كام؟ طب انا سددت انديه كتير. ايوه. بس مش رافع قضايا. خلي بالك. يعني انديه كتير كانت ليها فلوس ايام الاخ ممدوح وسددتها، مش رافع قضايا، ده فلوس على النادي. لكن ادام انت رفعت قضيه، انا لو دفعت اقول لك طب ما هو رافع قضيه، انت مالك انت؟ ايوه. فانا بتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله، يعني طبعا اولادنا يكملوا ويبعد عنهم العين، والمحبه اللي بينهم دي والله العظيم يا كريم لو تشوف حاله الحب اللي بينهم حاله محترمه، واسماعيل يوسف لاممهم كلهم حواليه. عامل شغل محترم جدا جدا، واخد بالك؟ وانا لا والله العظيم لا اتدخلت مع الراجل ده ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا عنت حتى بروح المطوشه. انا بتفرج على الماء بكلمه دلوقتي وانا قاعد مشغل التكييف على السرير وبقول انفعالاتي بقى، العب يلا كذا، العب يا ابني كذا، محدش شايف. بس اعتقد اللعيبه مريحاك يعني وانت على السرير برضه مستريح. لا اصل انا من يوم كوفي ده لما ضيع بلانتي. وانا بتغاظ من نفسي. بص انا لا بس هي تبقى انفعالات غصب عنك يعني الواحد. وده اللي انا بقوله النهارده لما في ناس عايزه تذبح حسام غالي. قلت لا يا جماعه، اللي بيبقى في الملعب ده غير اللي قاعد في التكييف. حسام غالي ده كابتن الفريق وعارف الماتش ده لو راح يبقى الدوري راح منه. خلاص، هو ما يقصدش انه يرمي الشاره، هو اي لا اي حاجه. انا احيانا كنت ببقى قاعد في الماتش واخد بالك، ولدي ضايع بلانتي اروح ضارب اي حد بالتليفون قدامي، واخد بالك؟ فدي انفعالات بني ادمين جوه الملعب. تخيل هو بقى بيلعب. عشان بقول رفقا بحسام غالي ده ادى للنادي الاهلي والمنتخب مصر كتير. وعلى فكره حسام غالي، شوف انا بس عايز اقول لاهلاويه، صديق احمد وامير جدا. خلاص. وعمري ما فكرت في يوم من الايام اقول له نادي الزمالك. عارف ليه؟ لانه معجون بميه الاهلي. يعني شوف الراجل، يمكن بقول لك في البيت عندنا كتير. هو زوجته الفاضله. عمري ما فكرت ان انا مجرد تفكير اقول له تعالى النادي نادي الزمالك. ليه؟ لان ده اتربى في النادي الاهلي، ابن النادي الاهلي، زي حسام عاشور، في لعيبه زي عماد متعب، في لعيبه كده خلاص، زي طاهر. فاكر انت طاهر ابو زيد لما بطل وكل الانديه حاولت تجيبه حتى الزمالك؟ لا خلاص. فانا بقول لهم رفقا بحسام غالي. وبعدين انا عايز الاخوه يعني مشجعي النادي الاهلي، انتوا خدتوا بطوله الدوري 11 سنه. تمام. الزمالك هو لسه بيشم نفسه السنه دي. وبعدين انتوا عارفين انه اللي بيشتري لعيبه اللي انتوا كنتوا عاملينه قبل كده، مع ان تعرف يا كريم اول ما تم انتخاب مرتضى منصور في اهلاويه كتير قاعد يقول لك يا جميل خليه 100 سنه ده بقى ده اللي هيخلص. انا بس عايز اقول لهم وانا نائب رئيس النادي كنت رئيس المكتب التنفيذي يا كريم، خدت 3 دوري وخدت في شهر 3/2002 احسن فريق في العالم. واخد بالك؟ فالناس اللي هي قالت يعني قاعده تقول لي جماهير الزمالك وتسخن عليا، انا بقول اهو تاني بفضل ربنا الحمد لله وتوفيق ربنا واللعيبه المحترمه اللي موجوده ديا، بقول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يوفقهم السنه دي في الدوري، ويمكن 10 دوري جايين السنه الجايه ان شاء الله. بشكرك يا استاذ مرتضى واتمنى حضرتك التوفيق والف مبروك بصراحه على المستوى الرائع لنادي الزمالك وتصدره لبطوله الدوري المصري. ويعني تحسه قبل ما الدوري يخلص بـ8-9 اسابيع ان الزمالك خلاص يعني
خد بطوله الدوري، واحنا مش بنقول الكلام ده على فكره مجامله، انت استاذ مرتضى عارف يعني، كل الناس اللي بتتفرج انا عارفه لما بيكون في نقد او في حاجه بنقوله، والراجل يستحق، الراجل بيكسب يعني. ما اقدرش اطلع مثلا دلوقتي اهاجم مرتضى منصور اقول له مثلا انت مش كويس، ما الراجل عمال يكسب ومظبط النادي والناحيه الانشائيه والكوره والطايره والفرقه شكلها كويس، نادي الزمالك شكله كويس، والزمالك كمان السنه دي حظه وحش ان هو خد الثالث في الدوري اللي هو البطوله الدوري اللي فات، ان الزمالك لو كان في دوري الابطال كان ممكن يكون منافس قوي دوري ابطال افريقيا، لكن حظه وحش اللي هو راح الكونفدراليه وبالتالي بعد عن دوري الابطال. يعني مبروك للزمالك، ودي كوره. السنين اللي فات كنا بنقول مبروك للاهلي، كان على طول الاهلي هو اللي بيكسب، مفيش مشكله، مش عايز الناس تزعل. الاهلاويه يعني ايه، انا عايز الاهلاويه يقولوا ان الزمالك فعلا يستحق، ودي كره القدم، لازم الزمالك هو الافضل السنه دي، هو اللي يكسب، الزمالك اكثر استقرارا، الزمالك اللي جاب وتعاقد مع لعيبه مميزه جدا في كل الخطوط. وانا جيت قلت كلام مهم جدا من فتره كبيره جدا، قلت ان من اهم الصفقات في تاريخ نادي الزمالك ثلاث لاعبين، احمد الشناوي، وده اهم صفقه في نادي الزمالك من 20 سنه فاتت، ان الزمالك مش هقول 20 عشان برضو ما قللش من عبد الواحد السيد والحراس العظام من نادي الزمالك، لكن الزمالك كان محتاج واحد زي احمد الشناوي ده من 6 سنين او من 7 سنين. فالزمالك لما جاب احمد الشناوي بقى عنده اقوى خط دفاع، جاب محمد كوفي برضو صفقه رائعه، ايمن حفني، علي جبر، باسم مرسي. انا قلت اهم ثلاث صفقات في الزمالك ثلاث لعيبه، احمد الشناوي، ايمن حفني، باسم مرسي. لو تفتكروا الكلام ده وانا قلته على طول، يعني قلته على طول الكلام ده اول ما اللعيبه دي جت، وقلت ان اللعيبه دي هتفرق كتير جدا مع نادي الزمالك، مع الاحترام لكل الصفقات الاخرى، ولكن الثلاثه دول بالذات الشناوي، ايمن حفني، وباسم مرسي، وهضم لهم كمان علي جبر. طيب هنطلع فاصل، انا زوري بايظ جدا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل ملخص مباراه الاهلي وحرس الحدود. وانا بختلف مع الاستاذ مرتضى منصور في موضوع حسام غالي، انا شايف ان حسام غالي النهارده اخطا خطا كبير جدا، هو ككابتن النادي الاهلي ما ينفعش يعمل كده النهارده، والمباراه مصيريه بالنسبه للنادي الاهلي. حسام غالي ابن من ابناء النادي الاهلي وبيموت في النادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي وهو كابتن النادي الاهلي، ولكن الخطا النهارده خطا كبير لحسام غالي ان هو يطرد ويعترض باسلوب مبالغ فيه عشان يطرد او ياخد الكارت الاحمر، وفرقته محتاجاه النهارده في الملعب عشان الاهلي يفضل مستمر في المنافسه مع نادي الزمالك. انا عرفت قرار كمان من النادي الاهلي، النادي الاهلي شال شرط الكابتنه من حسام غالي، وانا اعتقد، ده وجهه نظري انا، ما عنديش معلومات، ان حسام غالي اعتقد ان ده هيكون الموسم الاخير بالنسبه له في النادي الاهلي، ده وجهه نظري انا، عشان ما حدش يجي يقول لك كريم حسن شحاته حسام غالي مشي من الاهلي، لا، انا بتوقع ان ده يكون الموسم الاخير لحسام غالي في النادي الاهلي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع بعض في كره كل يوم، وهنرجع بملخص الاهلي وحرس الحدود.